مناقشة ردود فعل ثوار تشرين على تشكيل حكومة الكاظمي. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو لجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين علي عزيز. أهلا بكم سيد علي. أهلا وسهلا، هلا ومرحبا. كيف تلقت اللجنة المنظمة لتظاهرات نبأ تمرير البرلمان لحكومة الكاظمي؟ لم نتفاجئ نهائيا بهذا التمرير اللي صار، وهذه حسيت كانت متوقعه جدا، واحنا يعني من اول يوم قلنا هذا التوافق اللي صار على الكاظمي توافق قريب جدا. نلاحظ انه اليوم الكاظمي صحيح هو نال ثقه النواب، لكن هو نال ثقه من لا ثقه لهم. اليوم الكاظمي بهذه الثقه التي نالها اثبت اليوم للعالم كل الأسرار على تزعم قيادة حكومة القتل، قيادة حكومة المنطقة الخضراء الميليشياوية، أنه يصر ويصر ويبقى يلح بإصراره هذا على تولي المنصب الأول بقيادة المنطقة الخضراء، هذه الحكومة الإجرامية والقمعية. احنا اليوم نالنا ثقة الشعب، اليوم الثوار هم نالوا ثقة الشعب، هو نال ثقة الفاسدين الذين لا ثقة لهم. اليوم الشعب العراقي منحنا الثقة لتفجير هذه الثورة. هذا التكليف الذي حدث ونيل الثقة التي حدثت منتصف ليلة أمس، هذا لن يزيدنا إلا إصرار وعزيمة وقوة على مواصلة الانتفاضة. وهذه المرة الانتفاضة لن تقف عند حتاف معين أو تقف عند اعتصام معين بخيمة ما من خيامنا، هذه المرة ستتوقف في أقر دارك إن شاء الله في وسط في هذا الصدد. بالحديث عن هذه الخطوات المقبلة، ما هي خطتكم بعد تشكيل هذه الحكومة أو تمريرها في البرلمان؟ نحن مستمرين بالإعداد لمليونية الخلاص. هذا التاريخ سيحدد خلال يومين أو ثلاثة أيام، سيحدد تاريخ هذه المليونية التي ستكتسحهم جميعا إن شاء الله. مستمرين بالإعداد لهالمليونية، مستعدين بإعداد الوسائل التي ستزيد هذه المليونية بتقليص وقتها، يعني تكون يعني بأقل وقت ممكن أنه نسويها العملية وننفذها وتتم هذه عملية المليونية الكبرى، هذه عملية الانتفاضة الكبرى مالتنا اللي راح تصير. نعد العدة، نحن الآن نحتاج إلى عدة كبيرة، هذه العدة نحتاجها في بغداد والفرات الأوسط في الجنوب، لدينا أمور العديدة. نحن الآن منا يعني أمامنا العديد من أنواع العبور، سوف تكون أمامنا عبور الجسور، عبور أنهر. نحن الآن نعد هذه العدة، وإن شاء الله أيام قريبة جداً حكومة الكاظمي هي آخر حكومة بعهد عراق الغزو الأمريكي إن شاء الله. سيد علي، ما يزال ذو الشهداء ينتظرون العدالة بعد قتل ذويهم في منذ بداية ثورة تشرين، إلى أي مدى تتوقع أن حكومة الكاظمي ستنصف هؤلاء الشهداء والجرحى الذين قتلوا بدم بارد في الشوارع؟ سيدتي، أبدا لا تتوقعون أنه حكومة مثل حكومة الكاظمي ستكون منصفة. حكومة الكاظمي، هذه الحكومة هي ولدت من رحم الأحزاب الطائفية. سيدتي، نحن لا نتوقع خيرا بمن لا خير به. الكاظمي هو ابن المؤسسة الحكومية التي حكمت العراق من 2003 ولحد الآن. الكاظمي هو من قتل الألف شهيد من أبناء ثورة تشرين، كان رئيسا لجهاز المخابرات ولا يزال يترأس جهاز المخابرات من موقع عدنان، كونه نال الثقة فجرها. يعني أنت لاحظي حتى الثقة حين منحوها بمنتصف الليل، لأنهم فعلا خفافيش ظلام، لأنهم فعلا أدوات القتل والعصابات الإجرامية التي تنطلق في جنح الليل فقط. لا تتوقعون شيئا من هذه الحكومة، ودم الشهيد لا يزال يغلي في القبر، وهذا الدم لن يبرد حتى نأخذ حقه. نتحدث كذلك إلى جانب هذه الأعداد من الشهداء، نتحدث كذلك عن انتهاكات تواصل الميليشيات ارتكابها في حق المتظاهرين، كان آخرها كنا نشاهدها قبل قليل من مقاطع عن تعذيب المتظاهرين. إلى أي مدى تظن أن مثل هذه الفيديوهات
تعد ترهيبا للمتظاهرين لتوقيفهم أو إيقافهم عن مواصلة حراكهم الشعبي؟ الترهيب مارسوه بكل أنواعه، القتل والقمع وتكميم الأفواه مورس بحق الناشطين وبحق الثوار المتظاهرين وبحق أقلهم عمرا وأصغرهم سنا، قد مارسوا هذا الشيء. هم هؤلاء ميليشيات قتل، ميليشيات إجرام لا يروق لها أن يتطهر العراق من دنسهم ومن رجسهم. هؤلاء هم أبناء الدولة العميقة التي تحكم العراق، فأكيد نحن ماذا نتوقع منهم؟ نحن ثوارنا الآن برغم الألف شهيد وبرغم آلاف الجرحى مصممين ومصرين على النصر والعبور بالعراق إلى رفة الأمان والنصر والسلام. هؤلاء سيكونون من الماضي، من الماضي، ونحن نتأسف جدا على من وردت أسمائهم ومن ثم تم التصويت عليهم بكابينة الكاظمي. نتأسف على كل عراقي يتم تدنيس اسمه ويتم تدنيس هويته العراقية، كيف يرضون على أنفسهم ويقبلون أن يكونوا شهود زور وبهتان بحق الشعب العراقي العظيم؟ مع العلم نحن حاولنا أن ننصح العديد منهم بالانسحاب، لكن دون جدوى، لا حياء في من ننادي، لكننا نطبق الحس الوطني العراقي الذي هو بداخلنا ونعكسه عليهم لعلهم يستجيبون ويستفيقون. كانت الإجابات نحن نريد أن نخدم العراق، من سيجعلكم تخدمون العراق؟ أنتم تخدمون هذه الميليشيات التي قتلت أبنائنا الآن، أنتم الآن تعبدون الطريق مرة أخرى لأن يقتلوا ثوارنا وناشطينا ومتظاهرينا. أنتم الآن من ارتضيتم على أنفسكم أن تكونوا أعضاء في حكومة رئيس جهاز مخابرات قاتل، قاتل، ونشدد على كلمة قاتل، الألف شهيد. نعم، ألف شهيد قتل من لدينا في ظل وجوده على رأس أعلى سلطة أمنية في البلد. سننتصر إن شاء الله، ودم الشهيد لن يذهب هدرا. شكرا جزيلا لك علي عزيز، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.